السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الريفيو بتاعنا عن كتاب جن أولى إعدادي إنجليزي، أقوى كتاب في منهج الحكومة بينزل إنجليزي هو الجن. على الإطلاق على الإطلاق مش بنلاقيه تاني، وجن يا جماعة هي شركة الأضواء. الكتاب بينزل لي في ثلاث يعني كتاب مين بوك واتنين ملحق. هنبدأ بالملحق الصغير، والملحق ده بيكون فيه ايه؟ مش مكتوب كمان بيكون فيه ايه. هنشوف من جوه اهوت، فيه عبارة عن تمارين واختبارات اهو على كل يونت، تمارين واختبارات على كل يونت مجمع، واكيد في الاخر بيكون فيه الاجابات اهو. فيه موديل تمارين كتير اهو، موديل كلها موديلز بتاعت الامتحانات على كل يونت. تمام. اللي بعده ده، وهو بيكون ده انا بحبه قوي، لان هو الكتاب ده بيعمل ايه؟ بيجيب لي اول بيرجع لي على يونت يونت كلمات ومكان للتسميع اهو، اماكن لتسميع الفوكابلوري اهيت على كل يونت، اماكن للتسميع وحل، اماكن للتسميع وحل، يعني بيرجع لي على جزء جزء من الدروس. هنا مجمع لي اهوت الكلمات بتاعه اليونت 1 وبعدين كلمات يونت 2، ومراجع لي كل حاجة، وجايب لي في الآخر امتحانات. أنا بحب الكتاب ده قوي، وفي الآخر جايب لي بقى إيه؟ امتحانات المحافظات أهو. الكتاب الرئيسي الإجابة، الكتاب الرئيسي هو يا جماعة بيجيب لي أول حاجة الفوكابلوري اهي، وبيديني اماكن كده للحل صغيره بعد كل اماكن للشرح اهو، وكمان بيشرح الجرامر بشكل كويس. الكتاب اكتر حاجه بتضايقني فيه ان هو حجمه صغير شويه، مش حجم الكتاب الاي 4، مش حجم الورق الاي 4، ولكن هو حجم زي ايه؟ الكشكول السلك القصير او الكراسه القصيره. ولكن الكتاب بجد بيجيب مودلز كتير، الفوكابلري ما بيسيبش حاجه ما بيجيبهاش، بيجيب اختبارات كتير. الكتب اللي معاه التانية دي بتكون ممتازة قوي. ومشكلة جيم التانية هو سعره، وجيم السنة دي أولى إعدادي، تانية إعدادي، تالتة إعدادي، تلاتة مسكين سعر واحد، وهو كام؟ هفاجئكم في آخر الفيديو. هو سعره مشكلته إن هو سعره غالي شوية. هو ده الكتاب يا جماعة، شوفوا مديني قد إيه تشوز، قد إيه تشوز، تمام القطع بتاعته، وعليها قد إيه اختبارات، اختباراته كتير جدا جدا جدا. في الاخر كمان بديني باراجرافات كده كتيره، وعليها تمارين وتشوز كتير قوي. الكتاب اولى تانية تالت اعدادي، الكتاب عامل 150 جنيه التلات سنين. تابعوني هنزل لكم كل الكتب الجديده والقديمه، وهنزل لكم كل الكتب قديم وجديد. عايزه شير وسبسكرايب ولايك، وشكرا ليكم، مع السلامه.